حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. من الإشكالات المركزية في الخطاب العربي والإسلامي موضوع استصحاب الموروث الإسلامي على واقعنا المعيش في الألفية الثالثة، وهل يمكن لدين خالد قوامه نصوص مقدسة وآراءه تفسيرية وفقهية اجتهادية وضعت في القرون الأولى للعصر الإسلامي أن يعكس طبيعة وعي المجتمعات الحديثة وينسجم مع الصيرورة الحضارية والإيقاع السريع لحركة الإنسان والتاريخ؟ وفي هذا السياق يجب أن نقر بأن هناك موروثين في الدائرة الإسلامية، أولهما القرآن والسنة النبوية الصحيحة والثوابت الشرعية، والثاني موروث ديني متغير غير مقدس هو نتاج لعقول عربية وإسلامية في جغرافيا معينة وأزمنة محددة. والموروث الإسلامي في مجمله هو المنتج البشري المنقول الشفوي والكتابي للأمة الإسلامية، وهو حركة عقلية للسلف، فلا يمكن أن نجعله قاعدة أساسية لفهم الراهن أو تجير الراهن لتلكم المنطلقات الفكرية التي وضعت في القرون السابقة. وقد حاول زكي نجيب محمود في كتابه المعقول ولا معقول في تراثنا الفكري أن يحل هذه الإشكالية بقوله: كيف السبيل إلى ثقافة نعيشها اليوم بحيث تجتمع فيها ثقافتنا الموروثة مع ثقافة هذا العصر الذي نحياه بدون تنافر؟ ودرس محمود مشكلات العرب الفكرية والعقلية وكيف التمسوا لها الحلول ولكن بدون معاصرتهم وتقمص أرواحهم مع الاحتفاظ بعصره وثقافته. وحاول أيضا محمد عابد الجابري إقامة جسر تواصل بين الموروث الإسلامي والحداثة لكن عبر التحرر من سلطة النص. ويذهب محمد أركون إلى القول أن المفكر العربي الإسلامي لا يمكنه الانفتاح على العقلانية الحديثة بشكل فعلي ودائم وناجح إلا بتفكيك مفهومي الدغمائية والأرثوذكسية. ومنذ اندلاع الجدل حول هذه الإشكالية عرف المشهد الثقافي والفكري العربي ثلاثة تيارات رئيسة: تيار سلفي أعاد إنتاج بل تقديس ما أنتجه السلف وقال بضرورة الاعتكاف عليه، وتيار حداثي تغريبي قام باستيراد كل مفردات المعرفة الغربية وحاول الانطلاق منها لبناء نهضة عربية، وتيار توفيقي حاول الأخذ من هنا وهناك. من علي عبد الرازق وإلى نصر حامد أبو زيد ما زالت الأسئلة تتوالى: ما الذي نأخذه من موروثنا العربي والإسلامي وما الذي نتركه؟ ما الذي نأخذه من الحداثة الغربية وما الذي نتركه؟ ويمكن القول أن العالم العربي والإسلامي لما يبرح كهف التاريخينية الفكرية ففي الوقت الذي احتل فيه الغرب المستقبل ما زلنا نسكن في الماضي وفي التاريخ، وحتى في هذا التاريخ لا وفاق ولا إجماع بل تقاتل في طيات التاريخ. الموروث الإسلامي ومتطلبات العصر عنوان برنامج ألف لام ميم. ويشاركنا في النقاش من الجزائر الحبيبة الدكتور بوزيد بومدين مدير الثقافة الدينية في وزارة الشؤون الدينية الجزائرية والباحث والأكاديمي أيضا، ومن مصر الحبيبة أيضا صاحب كتاب الأساطير المؤسسة للإسلام السياسي الأستاذ الباحث وأيضا المعطاء في مجال تجديد الفكر الإسلامي الأستاذ صلاح سالم. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك من الجزائر الحبيبة الدكتور بوزيد. هذه الإشكالية يبدو أنها قديمة جديدة، طرحت في بداية عصر النهضة مع بروز حركة محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، رفاعة الطهطاوي، قاسم أمين، وما زال الإشكال هو. يعني ما مرد هذا الإشكال؟ بمعنى هل اقتبسناه من الصيرورة الفكرية الغربية أثناء الصراع بين الكنيسة
والعقلانية والعلم، أم أنه إشكال إسلامي جدير بأن نحيطه بالبحث والدراية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافة الدكتور أبو زكريا. ولعل في استهلال الذي بدأت به ما يبين الأزمات الموجودة اليوم، عندما تعرفت إلى مشاريع فكرية ذكرت من بعضها، ولعل أيضا نضيف هنا مشروع حسن حنفي الذي حاول أن يجمع ما بين الموروث والحداثة، إضافة إلى هشام جعيت في تونس الذي حاول أن يعيد قراءة السيرة النبوية. أعتقد أن السؤال الذي طرح في بداية القرن التاسع عشر، لماذا تقدم غيرنا وتأخرنا نحن، هذا السؤال ربما في كثير من المشاريع الفكرية العربية المعاصرة ما زال يراوح مكانه. وأعتقد في تصوري أن إشكالية التقدم وإشكالية قراءة التراث ونقد التراث لعلها ترتبط بمسألتين لم تتحرر منهما. المسألة الأولى هو كون أننا نفكر في تراثنا من خلال الصدمة، فمررنا من صدمة الحداثة في البداية أو صدمة التقدم إلى صدمة المجتمعات المعرفية اليوم، من صدمة التقدم وصدمة الآخر المتفوق علينا إلى صدمة المجتمع الشبكي أو مجتمعات المعرفة التي نسميها اليوم. فالصدمة أو الآخر الذي دائما إما كان مسيطرا علينا أو مهيمنا علينا اليوم بوسائل تتطور جديدة لا تسمح للعقل أن يبدع كما أبدع المقاصدي في الشاطبي أو كما أبدع علماؤنا في القرن الرابع الهجري. هذا هو الإشكال الأساسي، أننا نفكر نتيجة تأثير الصدمة الآخر. العامل الثاني هو أن التفكير في قضايا التقدم وفي قضايا نقد التراث تتم أحيانا في جو السلطة الدولة القطرية أو الدولة الوطنية التي وضعت لنا مناخ سياسي، بمعنى أننا أحيانا عندما نفكر داخل الثنائيات التي تأسر العقل العربي، الأصالة والمعاصرة، الأنا والآخر، التقليد والتحديث، هذه الثنائيات التي تأسرنا دائما تأسرنا تحت نموذج، إما أن يكون النموذج الماضي هو الحاضر معنا أو نموذج الآخر. لكن حضور النموذج أو وثنية النموذج ووثنية الثنائيات المكبلة والمؤثرة للعقل العربي تطرح في فضاء الصراع السياسي، فالصراع السياسي اليوم هو الذي يفرض علينا هذه المجابهات. وأعتقد أن عندما ذكرت علي عبد الرازق وغيرهم من العلماء من الأزهريين الذين أبلوا بلاء حسنا، وهنا أريد أن أنبه إلى أن الفقيه دائما هو الذي نبحث عن ماذا يطرح الفقيه، وقد تعرض إليها عبد الله العروي عندما ربط التحديث والقضايا الاجتهاد في للماضي وكيف نتوافق مع العصر، طرحها عند الفقيه طبعا إلى جانب الليبرالي والتقني. لكن عندما يفكر مفكروننا يفكرون كيف يردون على الإسلام السياسي أو يردون على اتجاهات ليبرالية أو اتجاهات ماركسية. فأعتقد أن هذا هو الإشكال. يعني هذا ألخص هنا إلى أن أننا نفكر تحت الصدمة وتحت الصراع السياسي. صحيح. نعم. إذن هذا هو الإطار، ولعلك وطأت لي البحث بوركته. أنتقل إلى مصر إلى الأستاذ صلاح سالم. أستاذ صلاح، هل ترى أن واحدة من أسباب تردي الفكر العربي أن أهل القديم كانوا ينتصرون لقديمهم وكانوا يقيمون الحجة والبرهان الشرعي والنقلي ومن أحاديث السلف الصالح في جدوى مدرستهم، وأهل الحداثة أيضا كانوا يقدمون الدليل على أن الحداثة هي المخرج وهي الطريق نحو مستقبل وغد عربي مشرق؟ وبالتالي عندما نبحث عن إبستمولوجيا إسلامية فعلية لها صلة بالواقع لا نجدها، نجد إما ماضي يتحكم أو حداثة مستوردة بطريقة مشوهة. ما الذي تقوله في هذا السياق؟ الحقيقة دكتور يحيى، يعني هذا قول صادق بالفعل، أنه أحيانا عقم الفكر أو جمود الفكر وعدم القدرة على التعاطي مباشرة مع الواقع وقراءته بشكل فاحص وبشكل دقيق والتنظير له يحيل المفكر أو المجتهد إلى طبعة سلفية بتنتمي إلى تراث ما. وأنا دايما بقول أنه الأصولية ليست دينية فقط، الأصولية ممكن أن تكون أصولية علمانية، بمعنى أنه الاجتهاد
الأرثوذكسي في سياق النص الإسلامي، هذا أصولية دينية بتثبت التاريخ في لحظة ماضوية وتقرأ الواقع والمستقبل على ضوئه. لكن هذه الأصولية لا تنفي أحيانا أن يكون النقيض لها أصولية لها نص آخر ولها تراث آخر، وهي الأصولية العلمانية. في سامة تيار آخر علماني راديكالي يواجه التيار السلفي الأصولي، يرى أنه تجربة التنوير الغربي وخصوصا في القرن ال18 وبالذات في الطبعة الفرنسية اليعقوبية لها، القائمة على فكرة الاختيار الضدي أو الثنائية الصلبة بين العقل وبين الإيمان، هي الصورة الواحدة للتنوير. فأن تكون تنويريا يجب أن تنحاز انحيازا كاملا للعقل وأن ترفض الإيمان. هذه وقس على ذلك بقية الأمور، بقية الموقف من العلم، من السياسة، من السلطة، من الأخلاق، من كل هذه التنظيمات، الحياة الاجتماعية والنظر إلى المجتمع المدني والدولي. هذه أمور يجب أن يتجاوزها، لازم أن يكون هناك حسب هيجل الموقف الثالث، الموقف الجدلي الذي يخلق مسارا ثالثا يتجاوز هذه الأصولية وتلك الأصولية في المواجهة للتوجه نحو الواقع وقراءته قراءة مباشرة. وأكاد أن أوجز، يعني أن أحدد الأمر في 3 نقاط. الأديان الكبرى زي الفلسفات الشمولية بتعكس رؤية للوجود، وهذه الرؤية للوجود هي رؤية لابد أن تكون شاملة. في مقولة دايما احنا بنرددها عموم المسلمين، أن الإسلام دين صالح لكل زمان وكل مكان، وأنه دين شامل بمعنى أنه يقدم رؤية كاملة للحياة. وأنا أوافق على هذه الرؤية، ولكن بشرط مبدئي أن نفهم أنه فهم الحياة التي يقدمها الإسلام وتقدمها الأديان في العموم هي رؤية عامة، رؤية كلية، رؤية للوجود، وليس رؤية تحليلية لا للمعرفة ولا للسلطة. عشان كده في مسألة العلاقة بالحداثة، ما الذي يمكن أن نأخذه من الغرب وما الذي يمكن أن نتركه في مسألة السلطة ومسألة المعرفة؟ أنا شايف إنه التجربة الغربية هي تجربة إنسانية ويمكن اقتباسها بشكل مطلق. لا يوجد حضارة ولا يوجد أي مانع أو يوجد قيود حقيقية على استعارة شكل الدولة المدنية أو العلمانية السياسية كما هي قائمة في عالم اليوم وكما هي تطورت في سياق التجربة الغربية. بالنسبة في مسألة المعرفة، لا غرض خالص عن اندراج العقل العربي والوعي العربي في مسار التقدم العلمي، من المنهج العلمي، المنهج التجريبي، الشكل المنهجي، كل هذه أشياء أو فلسفات العلم القائمة، لا غرض عن أنه المسلم يتعاطى معها أو العقل العربي يتعاطى معها بشكل مباشر وأن يأخذها، لأنها بقت جزء من التجربة الإنسانية، كما أن فكرة السلطة، الدولة المدنية والعلمانية والحرية والديمقراطية بقت مفاهيم إنسانية ولم تعد فقط ملك للتجربة الغربية. الذي نختلف عليه او يكاد يمثل خصوصيه لكل ثقافه او لكل دين هو المكون الاخلاقي. يعني اذا لو شكلنا البنيه الحقيقيه او البنيه الكليه لعالمنا، هل هي البنيه المعرفيه وبنيه السلطه وبنيه الاخلاق؟ هذه المساله الاخلاقيه هي التي ممكن ان تصنع فارقا او تمثل نوعا من الخصوصيه لثقافه او لاخرى. هذا بالرغم على انني اسمن تماما في مجال الاخلاق مساله التجربه البشريه. يعني انا بشوف في البوذيه مثلا مفاهيم زي اللا تعلق او الزهد او مفاهيم التسامي، بشوف مثلا في مساله انه في الديانه التاويه مساله زي احترام الطبيعه واحترام العقل باعتبارها واحترام الفضيله باعتبار حتى سابقه على القانون، دي افكار ملهمه. بشوف انه بقرا في الوصايا العشر مثلا في اليهوديه، ما اقراه في موعظه الجبل في متى الانجيل الخامس، نفس الروح اللي بشوفها في وصايا لقمان في سورة لقمان. نعم اشتد صلاح. نعم لا شك. بمعنى انه نعم يعني حتى المجال الاخلاقي اللي بيمثل خصوصيه ثقافيه نجد في قواسم مشتركه بين نعم. الثقافات في تعريف ما هو الصحيح وما هو نعم. الخطأ، استاذ لكن صلاح قد نعم. تختلف الثقافات وتختلف الاديان في عقاب المخطئ او في اصابه المصيب، ولكن لا تختلف حتى كثيرا في تعريف الاسم او تعريف الشر والرذيله. استاذ صلاح لا شك ان المشتركات كثيره بين الاديان وبين الفلسفات البشريه، وسوف ناتي الى امكانيه احداث قاعده لكل هذه القواسم لاحقا. دكتور بوزيد، اريد ان اسال، ما هي الاشكالات التي افرزها استصحاب الموروث الإسلامي؟ وهنا لا أتحدث عن القرآن الكريم والسنة الصحيحة، أتكلم عن فهم السلف للإسلام. هذا الفهم استصحب في القرن 19، في القرن 20، والآن في القرن 21. الإشكالات التي أفرزها
هذا الاستصحاب على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الحضاري، على الصعيد الاستراتيجي بشكل عام. نعم، شكرا دكتور أبو زكريا. هي الإشكال يكمن في هنا، يكمن في هذا الخلط الموجود في الوعي العربي اليوم، الوعي الإسلامي عموما، الخلط بين المقدس ما أضيف إليه من تأويلات، يعني بمعنى أن مساحة الفكر الإسلامي 99% كلها اجتهادات فقهاء واجتهادات علماء، وارتبطت بالنص القرآني، ولذلك أحيانا بعض العلماء لا يعتبرون التفسير علما، يعتبرونه فهما. ومن هنا ربما محمد عبد الجابري كان محقا عندما أنهى حياته، في أنهى مشاريعه الفكرية بكتاب حول فهم القرآن وليس تفسير القرآن. صحيح. حتى لا يأخذ المعنى. وأعتقد أن العلوم الإنسانية اليوم وخصوصا المدارس التأويلية وتحليل الخطاب في أوروبا في منجزات العلوم الإنسانية المعاصرة ذهبت إلى أن التأويل والفهم فيه جزء من الذاتية. لو نستطيع أن نفرق بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، نفرق بين ما هو فهم وما هو نص حقيقي في الإسلام، لا استطعنا فعلا أن نفهم مكامن تخلفنا. أيضا هناك شيء آخر بدأ يظهر في الوعي الإسلامي اليوم المعاصر، وهو تمطط وتمدد مساحة العقيدة. يعني عند بعض التيارات اليوم للأسف العقيدة بدأت تدخل حتى إلى العادات الاجتماعية، وتصبح الحلال والحرام نقيم بهم العادات ونقيم بهم مسائل تتعلق بالحياة اليومية. وقد أشار ضيفك من القاهرة شاكرا إلى قضايا جديدة اليوم المتعلقة بالبيئة والمتعلقة بالجمال والمتعلقة بحقوق الطفل، هذه القضايا الجديدة اليوم نحن نتلقفها أحيانا ونحاول أن نؤصل لها. ففي عملية التأصيل ليس هناك اجتهاد، أنت تعود إلى الآية القرآنية وتؤولها حسب قضية معاصرة، أنت لا تجتهد، أنت تنطلق في عملية تأويلية وعملية تركيبية تلفيقية كما جاء في استهلالك، وليس فيها أي اجتهاد. والمشكل كما أشرت في بداية الكلام أن البروتستانتية كروح للرأسمالية كما قال ماكس فيبر جاءت من خلال حركة دينية داخلية استطاعت أن تنتج لنا هذا التطور الجديد، رغم النكسات التي أصابت أوروبا في الحرب العالمية الأولى والثانية، ولكن دائما هناك تجديد. ومفهوم التسامح هو مفهوم ديني في الأساس. صحيح. مفهوم العيش المشترك هو مفهوم نبت عند ليفيناز وغيره من الفلاسفة الفرنسيين والبريطانيين والأوروبيين، بمعنى أن القراءة أن روح المسيحية في عند الأوروبيين بدأت تتطور، رغم أنه ربما تظهر هناك طوائف. الفكر الخمسيني الذي ظهر في الإنجيلية الجديدة اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية هو تطرف ديني أيضا بشكل أو بشكل أو بآخر، ولكن يرتبط بالهيمنة الأوروبية الجديدة أو الهيمنة الغربية. فأتصور أن اليوم مفهوم المشروع الفكري الذي يحلم به بعض المفكرين العرب، أعتقد أن هذا النوع من المشاريع نعم. اصطدم بالتطورات التي حدثت في نعم. 20 سنة دكتور الأخيرة. دكتور بوزيد عفوا نعم. في هذه النقطة تحديدا، هل أفهم من كلامك أن الفكر الإسلامي بشكل عام هو فكر نسبي وليس مطلق؟ بمعنى أن السلف في القرن الأول تعاملوا مع الإسلام بفهم خاص، ثم تلاهم قوم تعاملوا مع الإسلام بفهم خاص، قد لا يكون ما فهموه هو مراد المشرع، أليس كذلك؟ نعم، هذا هو الإشكال الحقيقي. يعني أن التشريعات في جانب الفقه أو في جوانب أخرى كل يعتقد أنها هو الفهم الصحيح. والكارثة للعقل العربي في 14 قرن ما زال يدعي كل أنه الفرقة الناجية. أحسن. يعني هذا الحديث الذي أصبح الآن كل يدعي أنه هو الفرقة الناجية وبقية الفرق في النار، هذا هو الإشكال. كيف نقلب الموازين ونقول أن 72 فرقة ناجية وفرقة واحدة في النار حتى نضيق مساحة التكفير والتبديع؟ هذا مشكل كبير. في البصرة في القرن الثاني الهجري كان بشار بن برد يجد نفسه في الثقافة الإسلامية، وأبو العلاء المعري أبو الحسن البصري الذي أسس للأشعرية كان يجد في البصرة كانوا يجدون كل أنفسهم في التراث، ولم يكن هناك اقتتال ولم يكن هناك هذا الحجم من التكفير والتبديع. البصرة في القرن الثاني والثالث الهجري كانت نموذج ما هو عليه اليوم مثلا مجتمعات المعرفة في لندن أو في الولايات المتحدة أو في باريس، هذا هو الواقع الذي كان موجود. ولم يقل أجدادنا الإمام مالك أو الشافعي أن ما وضعته في الأم الشافعي هو الذي ينبغي أن تعتمدوه، والإمام مالك رفض أن يرسم الموطأ من طرف الخلفاء العباسيين على الأمة الإسلامية. صحيح. للأسف نحن هناك
تراجعات كبرى اليوم تحدث بعد كل هذه السنوات التي أسس لها شكيب أرسلان أو حمدان خوجة في الجزائر أو أسس لها رفاعة الطهطاوي في 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 تحليلتها. هذان قرنان من الزمن، ولكن للأسف لا يزال العقل الإسلامي هو العقل الذي يحب التصنيفات ويحب الثنائيات ويمجد الثنائيات ويمجد مفهوم الفرقة الناجية ويعتقد أن الآخرين ليسوا على صواب. وللأسف حتى الحدثيين اليوم، الحدثيون لا ينطلقون من قواعد علمية واستفادة من المنجزات، همهم وهاجسهم كيف ينتصرون على التيارات الدينية، وهذا الهاجس النفسي يعيق الجانب الإبستيمولوجي المعرفي ولا يخلق معرفة علمية حقيقية، يخلق معرفة صدامية. دكتور بوزيد، لقد أخذتنا إلى العمدة إن صح التعبير في هذه الإشكالية، وسوف أواصل مع ضيف الأستاذ صلاح سالم ومعك بعيد الفاصل يقينا. مشاهدينا، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدين، أهلا بكم من جديد. من أدرك حلقتنا، نحن نعالج موضوع الموروث الإسلامي ومتطلبات العصر المعيش اليوم. أستاذ صلاح، طبعا أشار الدكتور بوزيد إلى مسألة مهمة، أنه رغم كبر الإشكالية لكن لا يوجد مراجعات، هناك تراجعات ولا يوجد مراجعات. مع احترامنا لبعض الأسماء اللامعة في مشهد الثقافة العربية، الأستاذ مالك بن نبي المفكر العملاق من الجزائر، الأستاذ محمد عبد الجابري من المغرب، هشام جعيط من تونس، محمد العروي أيضا، طه عبد الرحمن من مصر، يوجد أيضا كثيرون. أنت تحاول مشكورا على قيادة سفينة غربلة الموروث الإسلامي. أستاذ صلاح، ألا تعتقد أن الإشكال الذي نعالجه اليوم أن المفكرين والعلماء والفقهاء جعلوا الماضي قاعدة لأفكارهم ولتساؤلاتهم، الغربيون اجتازوا هذا القطوع نحو المستقبل فيما نحن ما زلنا نقلب طيات الماضي وصفحات الماضي وحتى كل إشكالاتنا ماضوية؟ صحيح، هو احنا عندنا في مشكلتين الحقيقة. يعني تعامل العقل العربي مع التراث فيه مشكلتين. اولا، حصل تضخيم للتراث بشكل مبالغ فيه. يعني مساله النص دي يجب اصلا ان تحدد، يعني العلاقه مع النص تبدا بعد تحديد النص. انا عندنا، انا بفترض او انا شخصيا في تصوري انه النص الحقيقي والاساسي هو النص القراني، وحتى السنه النبويه لا يمكن، صارت متسعه جدا، لانه مساله تدوين الاحاديث وهي في اعتقادي تشبه تدوين الاناجيل في العالم المسيحي، عمليه اولا حدثت بعد وفاه الرسول وحصلت في بلوسات مختلفه وعلى ما يقرب من 150 عاما. هذه مساله تحتاج اعاده نظر. والامام ابو حنيفه في الحقيقه له مقوله انه ما يثق او ما يتيقن من صدق من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام لا تزيد عن بضعه عشر حديثا. فنحن اليوم امام مدونات للاحاديث بتبلغ عده الاف من الاحاديث، عده مجلدات. البخاري بلغ حدا من التقديس انه بعض عموم الناس في مصر يقسمون على كتاب البخاري باعتباره انه كتابا مقدسا. فمساله النص دي تضخمت بشكل شديد وضاغط وعلى العقل العربي لدرجه الاعتصار. فاحنا محتاجين اولا احنا نحدد مفهوم النص، وفي تصوري ان المساله تبدا من اعطاء اولويه مطلقه للنص القراني، وتبقى السنه النبويه في اطار ما يشرح النص القراني وما يتفق معه او يشرح لنا العبادات. هذه مساله خطوه ضروريه. الامر الثاني، ان التعامل الانتقائي مع مساله التراث، بمعنى ان احنا التراث الاسلامي في احيانا بيبقى الشيء ونقيضه، الشيء وضده. بمعنى ان احنا عندنا الفكر الرشدي وفكر فلسفي متاثر بالنزعه الارسطيه،
وهذا فكر قائم، لكننا اقتبسنا او تعايشنا او ادمنا فكر الغزالي بالذات، وهو الفكر النقيض اللي هو قايم على رفض الكلام ورفض الفلسفه والتعويل على الاصول وعلى الفقه وغير ذلك. لدينا الفكر الاعتزالي في حتى داخل علم الكلام نفسه، لدينا الفكر المعتزلي وهو فكر تحرره في مفهومه عن القصديه وفي مفهومه عن اللطف، مفهومه عن النزعه القدريه وحريه الاختيار الانساني، وفكره انه النص ليس فقط القران، وان النص هو العالم نفسه، وانه العلم نفسه هو قران بديل او كتاب بديل يقرا منه الكون بالنسبه للمسلم. هذه افكار انفتاحيه وافكار تصلح لأن تجدد فكرنا وأن تحكم مستقبلا، لكن احنا في طول الوقت احنا نرفض الفكر الاعتزالي ونميل للفكر الأشعري. على سبيل المثال المؤسسة كالأزهر هي تحرص الآن الفكر الأشعري وترفض الفكر الاعتزالي. الفكر الاعتزالي مرفوض في كثير جدا، يعني في معظم تيارات وعينا. فهذه الإشكالتين، التضخم الشديد في النص التراثي والنزعة المنطقية في التعامل مع التراث، هما قيدين حقيقيين بيعموا على التراث وبيثيروا قيود وسدود وحدود بين الفكر العربي والعقل العربي المعاصر وبين هذا التراث. الثقافة الغربية والفكر الغربي الحقيقة مرت بتجربة كانت شديدة الأهمية في مسألة النص. يعني لما جه مع عهد الإصلاح ومارتن لوثر، كانت دعوته إنه كانت دعوة كانت بسيطة في الحقيقة، إنه كيف يعود المسيحي لأن يمتلك النص الإنجيلي وأن يقرأه قراءة ذاتية فردية بعيدا عن تعليم كبار البابوات وشراح آباء الكنيسة وتعاليمهم وهكذا. هذا الأمر، هذه الشروح وهذه التعاليم للكنيسه كانت اشبه بالموروث المتضخم في التراث الاسلامي. مارتن لوثر من حركه الاصلاح اعاد نسف هذا الموروث واعاد الانجيل، خصوصا بعد ترجمته للغه الالمانيه، اعاد تمليكه او للانسان الغربي المعاصر. نحن بعد مارتن لوثر في الحقيقه جت حركة واسعة بداية من القرن ال17 واستمرت ربما القرن ال19، النقد الرفيع للكتاب المقدس. وهذا النقد الرفيع للكتاب المقدس كان نقدا بالغ من العمق وبالغ من الجذرية، لدرجة انه بعض التيارات الراديكالية فيه او المتطرفة كانت بترفض وجود المسيح نفسه وتعتبر انه لا، ان المسيح شخصية غير تاريخية، وانه هذه المساحة من النزعة العقلية وهذا الهامش من حرية النقد هو الذي اعاد النص المسيحي او التراث المسيحي الى حجمه الطبيعي وسمح نعم. بانبلاج أستاذ العقل صلاح. الغربي الحديث. نعم، دعني انقل نفس الاشكاليه الى الدكتور بوزيد. دكتور بوزيد قال ضيفي وصديقي العزيز نعم. الاستاذ صلاح ان مارتن لوثر كان له دور في الحركه الاصلاحيه في الدائره المسيحيه. كاكاديمي وباحث، لماذا المراجعات ضد التراجعات التي اشرت اليها لا تتم بمؤسسة عقلية جامعة للنبغاء والعقلاء في هذا العالم العربي والإسلامي؟ كل ما هنالك محاولات محدودة لمالك بن نبي، محاولات محدودة لهشام جعير، محاولات لمحمد عبد الجابري، محمد دركون العروي، عبد الإله بلقزيز، وكثيرون، عبد العزيز العظمة، وأيضا جلال صادق العظم، وغير ذلك من الكتاب والمفكرين. أما آن لنا أن نتعامل مع هذا الموروث بعقل جمعي عربي إسلامي لكي ننتهي من هذه الإشكالية ونبحث لنا عن دور في المستقبل؟ نعم دكتور أبو زكريا، وأنت تتحدث جاء في ذهني عن الحركة التجديدية التي ظهرت في تاريخ الكاثوليكيين والمسيحيين في أوروبا، صاحبها حركتان. نعم. الحركة الأولى هي حركة رؤوس الأموال، وهي مسألة عملية اقتصادية أساسية، يعني حركة المال وحرية المال والتنظيمات الاقتصادية الموجودة في أوروبا آنذاك، وصاحبها أيضا بداية تبلور مجتمع مدني. صحيح. هذان غائبان تقريبا في المجتمعات العربية، يعني النكسات التي مر بها المجتمع العربي، والآن بعد ما سمي بالربيع العربي يدخل في ما يسمى تفكيك الهوية، يعني ظهور العرقيات اللغوية والعرقيات الدينية والمعتقدية واللسانية، هذا والقبلية، هذا حالة دون تطورنا نحو مجتمع مدني. التجديد في أي دين والتجديد في أي فكر يتطلب
هذا الفضاء، هذا الفضاء من الحرية على مستوى المجتمع المدني، الحرية الديمقراطية والحرية الإنسانية، يتطلب من جهة أخرى رؤوس حركة أموال منظمة بشكل منظم، ولا أن تكون الأموال هي جزء من المأساة. نحن حركة الأموال تدخل في تنظيمات جهادية قتالية، حركة الأموال تدخل في ظهور رأس مال طفيلي غير حقيقي غير منتج. طبعا يعني حركة الفكر هنا لا يمكن أن تذهب بعيدا. وأعطي أمثلة أخرى، الآن لو عدنا إلى 50 سنة في أوروبا ظهرت مفاهيم جديدة في الساحة الفكرية والفلسفية والعلوم الاجتماعية والدينية في نفس الوقت، مفهوم الغفران، مفهوم الاعتراف، هذا لاءمه وتلاءم مع جملة من القوانين وجملة من التشريعات صحيح. التي احتاجتها أوروبا وجملة من المؤسسات السياسية المدنية. نحن نعيش قيمة دينية أحيانا ربما ليست لنا. أعطي هنا مثال تبسيطي أكثر، مفهوم الاعتراف هو مفهوم مسيحي. نحن الاعتراف لا يكون إلا سبحانه وتعالى، ولكن الاعتراف المسيحية له ثقافة وله تقاليد، وقد كتب سانت أوغسطين الاعترافات وكتبها فيما بعد جون جاك روسو. نحن من خلال وسائط الاجتماع الجديدة، وسائط الميديا الجديدة من فيسبوك وتويتر نقوم بالاعتراف، نعترف لبعضنا البعض عبر تويتر، معناه نقوم بقيمة دينية عبر التكنولوجيا. يعني نحن دخلنا في فضاء ديني ربما لا ننتمي إليه ولكن دون أن نشعر. فلاحظ هنا كيف أن القيم هي التي محتاج تطويرها في المجتمعات العربية، قيمة الاعتراف، قيمة العيش المشترك، قيمة السلم، قيمة نعم. الوسطية، دكتور بوزيد ما نعم. سمي عند أجدادنا بعلم السلوك. دكتور نعم. بوزيد أشرت إلى الحركات الإرهابية أو الإرهاب الذي يضرب اليوم العالم العربي والإسلامي، ونحن نهنئ الجزائر حقيقة أنها اجتازت هذا القطوع بالمصالحة الوطنية الشاملة، وإن شاء الله يتعمم مشروع المصالحة الوطنية في الجزائر في كل العالم العربي والإسلامي، في سوريا أمين. في العراق في اليمن، وهكذا تكون الجزائر كما كانت كعبة الأحرار كما وصفها الصحفي الفرنسي جاك لاكوتور في جريدة لوموند ذات يوم. هل الإرهاب اليوم في العالم العربي والإسلامي هو مصداق لإشكاليتنا اليوم؟ هل الإرهاب هو استصحب هذا الموروث الإسلامي النص الأحمر، وبالتالي إذا أردنا أن نعالج الإرهاب يجب أن نعالج الموروث؟ نعم جيد تماما. يعني الآن هل يمكن أن نحاسب المؤسسة الدينية التقليدية، يعني مؤسسة الأزهر وغيرها، في كونها لم تستطع فعلا أن تعطي حصانة للشباب وأن تنتج لنا فقه السلم وفقه الاستقرار والأمن الاجتماعي؟ جميل. لأن المهمة الأمنية ليست هي العلاج النهائي في المجتمعات العربية. سلام. ينبغي أن يصاحبها، وأنت جئت على ذكرك في قضايا السلم والسلم المدني وقانون السلم والوئام. هذا قانون جاء ملازما للضربات الأمنية، الضربات الأمنية أحيانا ضد الإرهاب ليست كافية، ينبغي تحصين هؤلاء الشباب. هل فقهاؤنا اليوم استطاعوا أن ينتجوا لنا فقه التعايش، ما يسمى عند بعض علمائنا كالونشريسي الذي ينتمي إلى المغرب الأوسط في زمن الزيانيين، وأنتج لنا فقه يسمى فقه النوازل؟ العيش المشترك هذه نازلة جديدة. المواطن المسلم في الغرب كيف يعيش مواطنيته؟ ما هو فقه المواطنية؟ ما هو فقه العيش المشترك؟ أعتقد هناك إخفاق للنخب الفقهية والنخب العلمية في إنتاج فكر جديد، فكر التعايش كيف نعيش مع بعض، وفكر السلم. فأعتقد أن الإرهاب اليوم في الوطن العربي انتصاراته تأتي من إخفاقات النخب، النخب التي كنت تتعرض إليها، هل استطاعت أن تؤثر على مجتمعاتها وعلى جماهيرها، أم أنها كانت نخب عاجية ترتبط أحيانا بهذه السلطة أو تلك السلطة ولا تستطيع التأثير؟ وأعتقد أن دعوة بعض الفقهاء اليوم، وأذكر هنا عبد الله بن بي الذي أسس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات السلمية، ينبغي أن لا يكون رغبة هذا الحاكم أو ذلك الحاكم، ينبغي أن تكون رغبة حقيقية لهذه الجماهير العربية في أن تنتج السلم. صحيح. أرجو أن تبقى معي. طرحت إشكالات أنا مجبر أن أنقلها إلى الأستاذ صلاح إلى مصر لأنه على مقربة من الأزهر الشريف. أستاذ صلاح، التساؤلات التي طرحها ضيفي من الجزائر، هل أنتج الأزهر فقه السلم، فقه التعايش، فقه المواطنة؟ وبالتالي نحن نقول الأزهر لأنه على رأس المؤسسات الإسلامية، الأمر معنى به كل المؤسسات الإسلامية في خط طنجة جاكرتا.
شوف، انا عايز بس ابدا الاول الحقيقه اسمي مقاله لصديق الدكتور بوزيد، هو اثار نقطه مهمه جدا يجب التاكيد عليها، وانه في فرق بين التجديد والحياه وبين الاصلاح. الفقيه او المفكر لا يمكن ان ينتج اكثر من افكار، وهذه تندرج في سياق التجديد. اما الانتقال من التجديد الى الاصلاح هو حركه اجتماعيه واسعه. هذه الحركه الاجتماعيه الواسعه، وهذا امر اصاب فيه دكتور بوزيد، ارتبطت في السياق الاوروبي بميلاد طبقه برجوازيه وسيطه بين الاقطاع وبين الكنيسه، وحملت هذا الفكر الجديد، وعملت طبقه وسيطه حملت الفكر ووصلت انتاج. يعني لم يكن متصور في الحقيقه انه يبقى فيه كانت او يبقى فيه هيجل من غير ما يكون فيه طبقه وسيطه تتوسط الاقطاع والاقطاعيين النبلاء والعبيد. من دون هذه الطبقة الوسيطة بتبقى دايما العلاقة بين السلطان وبين المفكر هي نفس علاقة الشاعر والفقيه في الشاعر والسلطان والأمير في التراث العربي. ما إن أراد السلطان أو الأمير أنه يقمع جماح المفكر أو الشاعر أو مبدع أو منتج الفكر تمكن منه في لحظة واحدة. هذا أمر لم يعد بعد على الأقل من عصر التنوير أو ما قبل، لم يعد قائما، بقت فيه طبقة اجتماعية بتحتضن الأفكار وبتنشرها في ربوع المجتمع، وأعتقد إن دي أكتر حاجة بتنقص المجتمع العربي. السلطة لا تزال تتحكم في منتج الفكر ومنتج الفقه في آن واحد، تتلاعب بالاثنين معا، تطلب دور المثقف التنويري عندما تواجه هجمة إرهابية، فما إن تسقط أو يتراجع الإرهاب لحظة ما حتى تنقض على المثقف التنويري نفسه، ما إن يطالب السلطة بالحرية، هي تطالبه أن يحارب معها معركة في مواجهة الإرهاب أو الاستبداد الديني، لكن بمجرد ما يتراجع ضغط الاستبداد الديني هي ترغب أو في تأبيد الاستبداد السياسي، فترفض صوت المثقف التنويري الذي حارب. فهذه عملية خيانة مستمرة للمثقف التنوير. فيما يتعلق بالأزهر الشريف، أنا أعتقد أنه الأزهر لأنه بيحرس المذهب الأشعري، ولأنه الأزهر مؤسسة محافظة جدا، أعتقد أنها لم تستطع أن تنهض بدورها حتى الآن. يعني لنا أن نتصور أن الإمام محمد عبده، وهو الرجل الذي وصل معه مشروع الإصلاح الديني إلى نقطة الذروة في الفكر النهضوي العربي نهاية القرن ال19 وبداية القرن ال20، كان كل مشروع عنده لديه مشروع الإصلاح الأزهر، رفضه الازهر باصرار شديد، وكان اعداء محمد عبده في المجتمع المصري هم الازهريين انفسهم، لدرجه انه طالما نقد الازهر ونقد القائمين على الازهر، وكان احيانا يجد الحمايه من بعض سلاطين او خديوي مصر في مواجهه الازهر، فيتقدم الاصلاح خطوه، فما ان يتغير الخديوي وياتي اخر قليل الحماس او ضعيف الهمه في اصلاح الازهر حتى يتوقف الامر، لدرجه انه حتى بعض الانجليز ودركات التكة اللي تقارب لمحمد عبده مع الانجليز في بعض اللحظات، لانهم كانوا بيتبنوا خيار دعم او تجديد الازهر في مواجهه مؤسسه الازهر هي بحد ذاتها. فرجل مثل محمد عبده هو نفسه ينبع من مؤسسه الازهر، لكن هذه المؤسسه لم تستطع ان تتحمل افكار محمد عبده التنويريه او الاصلاحيه السابقه على هذه المؤسسه المحافظه. امر اخر في الحقيقه، وانه غالبا الأفكار أو الثقافات غالبا لا تتجدد من تلقاء ذاتها، بمعنى أنه البنية أو العقل السلفي المعاصر بكل رأس ماله الرمزي والديني هو يشعر أنه يمتلك سلاحا مهم في مواجهة الجماهير. هذا السلاح لا يريد هذا التيار أن يسقط من يده، هو يريد أحيانا أن يمتلك الإشكالية أكثر مما يحل الإشكالية. ومن ثم فانا دايما بتكلم عن ثنائيه المفكر والفقيه، يعني احنا في الثقافه العربيه المعاصره نجد تضخم شديد في دور الفقيه، وضعف او هزال شديد في دور المفكر. انا اقول ليس على صعيد انتاج الافكار، نحن لدينا اسماء عظيمه جدا خلال القرن ال19 وخلال القرن ال20 انتجت بعضها مشاريع فكريه متكامله، وبعدها انتج اعمال ذات طابع جدلي عميق في مواجهه الفكر السلفي والدعوه الى تجديد الواقع. لكنه والاذكار اللي انت كتبتها، العربي والعظم والعظمه وحسن حنفي وزكي نجيب محمود وغيرهم، ونستطيع ان نذكر الكثير منهم كما تفضلت. ولكن المشكله هنا ان السلطه السياسيه نفسها، لان سلطه الاستبداد طالما رعت نعم الفقيه على حساب المفكر. نعم استاذ صلاح، اتضحت الفكره. دعني اذهب الى الجزائر لاستكمال النقاش اذا سمعت. دكتور بوزيد، إذن خلصنا إلى القول أن الموروث الإسلامي
يعني نصحبه بعلامات استفهام، وبالتالي يجب أن نتعامل معه بطريقة نقدية. هنا أسأل عن أدوات النقد. هنالك مفكرون عندما سعوا للموائمة بين الموروث والحداثة أسقطوا أدوات النقد الغربي كما وصل إليها العقل الغربي في معالجة موروث إسلامي مرتبط بالنص بالقرآن بالسنة النبوية بحركة السلف بأفعالهم بتقريراتهم وما إلى ذلك. ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع الموروث، وكيف نعصر هذا الموروث الإسلامي؟ نعم شكرا. يعني في الحقيقة لو راجعنا المشاريع التي تعرضنا إليها في نقاشنا اليوم، هذه المشاريع مع الجهد الذي بذلته، ولكن في الأخير أحيانا عندما تكمل هذا الكتاب أو ذاك الكتاب تجد أنها في عملية لعملية نقل وغرس منهج غربي بصورة ليست مبدعة، بصورة فيها نوع من التلفيق ونوع من القيصرية، حتى إذا كان بعضهم سمى أن ذلك تبيئ، قال نريد أن نبيئ مفهوم البنية أو مفهوم السلطة أو نبيئ مفهوم إبستيمولوجي أو معرفي معين، لكن هذا التبيئ في الأخير يبدو أنه وكأنه عملية تلميعية وكأنه عملية هكذا إشهارية في الكتاب وإشهارية في المدخل، لكن في الأخير سوف لن تخرج بخف حنين من هذا الكتاب، وبالتالي سوف تجد أن 90% من الكتاب هي نصوص تراثية، هي عملية لجمع نصوص تراثية ثم وضع بعض فقط المفاهيم اللماعة لهذه النصوص، وبالتالي تصدم وتخرج بفكرة أن هؤلاء الذين يشتغلون في الجانب الفكري الإسلامي ويدعون التأصيل هم يذهبون إلى القرآن الكريم ويقولوا موجود فيها العلم الفلاني والفيزياء وموجود النظرية الفلانية، فيقومون بعملية تلفيقية وعملية تنبيتية لنظريات جاهزة وأبدعت في مراحل معينة، وأحيانا وهكذا لا أجد فرق بين الذي يدعي التأصيل والفرق الذي يقول بالتحديث أحيانا، مع احترامي لبعض هؤلاء الذين بذلوا مجهودا في مشاريعهم الفكرية، نحن اليوم مطالبون فعلا بعملية إبداعية حقيقية تبدع من داخل القراءة النقدية التراثية، لا نكون نكرر أدوات منهجية تقليدية ولا أن نستنسخ أيضا أدوات. العملية كيف تتم؟ لا أعتقد أن تتم بواحد أو اثنين أو ثلاث، هي عمل الأساسي اليوم هي عمل مؤسسات، عمل مؤسسات، عمل جامعات للأسف ما زالت تدرس العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بطريقة تقليدية وطريقة قديمة، وأحيانا نعتمد فقط على الترجمة. أعتقد أن مجهود مؤسسات تكون ريادية في المستقبل لننتشل هذا النقد ويصبح فعلا نقد إبداعي، ويتخلص كما قلت لك يتخلص من الصراعية والصدامية، لأن أحيانا ربما الظروف النفسية والبسيكولوجية للمفكر سواء كان منتميا سياسيا أو غير منتمي سياسيا، سواء كان حليفا لهذه السلطة أو ليس حليفا، هو يجد نفسه في ردود وفي اعتراضات وفي صدامية تناحرية أحيانا قد لا يختلف عن الذي كتب مقالات الإسلاميين أو الذي كتب عن الفرق والنحل والملل، ويصبح منافحا عقديا إيديولوجيا أو سياسيا أو منهجيا ولا ينتج العلم، ونصبح في قضية الردود. ولاحظ الإجهاد وأيضا الطاقة المهدورة من العقل العربي اليوم في الردود، هو يعيش الردود أكثر مما ينتج وأكثر مما يبدع، وهذه صحيح. مشكلة قد عانى منها مالك بن نبي الذي ذكرته، وعندما في فترة يكتب في مذكراته العفن ويقول إنني أتألم في صراعه طبعا مع شيوخ جمعية العلماء، وقال إن هؤلاء الشيوخ بعد مؤتمر 36 لن ينتجوا شيئا لأنهم بقيوا تحت هيمنة العمامة الأزهرية أو العمامة الزيتونية. طبعا هذا موقف مالك بن نبي نقرأه في سياقه التاريخي في الثلاثينات في فترة الاستعمار الفرنسي، ولكنه كان محق من جهة أخرى كونه أنه يعيش أزمة حقيقية، كيف نحرر هذه الأرض، كيف نحرر هذا العقل، وبقي السؤال مطروح كيف نستطيع أن نصل إلى دكتور بوزيد هذه العقول من هيمنة النموذج، من هيمنة الثنائيات، من هيمنة التقليد إلى آخره. ولا عمري تلكم المعضلة أستاذ صلاح. يعني عندما كتب الأستاذ علي عبد الرازق كتابه الشهير الإسلام وأصول الحكم
وأنا قرأت هذا الكتاب مرارا وتكرارا وتساءلت مع نفسي أي قنبلة فجرها علي عبد الرازق؟ يعني هو لم يتنكر للسماء ولم يتنكر لرسائل الأنبياء، هو قال بعض القضايا من وحي عمله في القضاء المصري كما تعلم. أشرت إلى ثنائية الفقيه والمفكر، الفقيه يقول أنا وكيل الله والمفكر يقول أنا وكيل العقل. جيد، ألا يمكن أن نجمع بينهما؟ ألا يمكن أن ندعو الفقهاء أن يحدثوا أنفسهم بالاستماع إلى المفكرين، وندعو المفكرين أن يتزودوا من علوم القرآن والسنة، وهكذا نلغي الإشكال، إشكال الثنائية والصراع الدائم كالذي أشار إليه الدكتور بوزيد؟ هذا الصراع في الحقيقة بالتأكيد نحن قادرون على تجاوزه بقدر ما نحن محتاجون إلى تجاوزه، لكنه تجاوز هذه المسألة يحتاج إلى من العقلانيين ومن المتدينين إلى تجاوز أنفسهم داخل أنفسهم، بمعنى أنه المفكر غالبا لا ينكر أبدا ولاءه إلى العقل ولا يتوقف عن أنه يظهر ولاءه للعقل كما هو، ودي هذه علاقة طبيعية، كما أنه غالبا ما يؤكد على علاقته بالدين. يعني أكثر المفكر حتى لو كان ملحدا أو علمانيا راديكاليا هو لا ينفي أبدا علاقته بالدين، لأنه يعرف أن الجمهور المتلقي لن يغفر له ذلك وهو جمهور متدين حتى لو لم تكن هذه العلاقة قائمة على وجه الحقيقة. على الطرف الآخر الفقيه المتدين وأحيانا السلفي المتشدد لا يمكن أن يقول صراحة لك أنه على ضدية العقل، أنه في موقف ضدي من العقل، بل أنه يؤكد على العكس أنه دائما مع العقل ومع الاجتهاد ومع التفكير. فما إن تعمل عقلك في مواجهة أي نص حتى لو كان نصا تراثيا من الطراز الثالث أو من المستوى الثالث فتجده ينتفض ضدك ويكفرك أحيانا وكأنك قلت رفضت الألوهية أو رفضت النبوة. هذه المسألة أنه جدل العقلاني مع نفسه أن نحن محتاجين إلى عقلانيين يؤمنون فعلا أو يحترمون التجربة الإيمانية كتجربة روحية، ونحتاج متدينون بقدر ما يطلعون على الدين أو يحترمون الدين. أستاذ صلاح نعم، أن يحترموا العقل في نفس الوقت. أستاذ صلاح كتاب علي عبد الرازق نعم، قبل علي عبد الرازق سنخصص له حلقة مقبلة لأن الوقت داهمني. نعم للمصالحة في كل شيء في الوطن العربي، مصالحة بين السلطات والمعارضات، بين المعممين والأفندية، بين التقليديين والحداثيين، بين الثقافة الحداثية والثقافة الموروثية. نعم للمصالحة في كل شيء، ما أحوجنا إلى المصالحات لحقن الدماء، لبناء أجيال جديدة، للذهاب إلى المستقبل قبل أن يحتله الآخرون. الأستاذ صلاح سالم من مصر الحبيبة أمنها الله، شكرا جزيلا لك أمتعتنا. الدكتور والباحث بوزيد بومدين من الجزائر التي نحب، ونسأل الله أن يؤمن الجزائر والجزائريين، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وصلت حلقتنا إلى تمامها، إلى نلقاكم، هذا يحيى أبو زكريا يستودعكم الله الذي لا تضيع أبدا ودائعه.